أفادت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها عن استمرار تساقط الأمطار الرعدية على عدد كبير من ولايات الوطن. وكشف المصدر نفسه في تنبيه أول عن تساقط أمطار رعدية قد تتعدى محليا 60 ملمتر على ولاية الشلف، تيبازا، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، المدية، البليدة، عين دفلة، تيسمسيلت وتيارت. كما أضاف تنبيه آخر لمصالح ذاتها بتساقط أمطار رعدية تتعدى كمياتها 50 ملمتر محليا على ولاية تلمسان، عين تمشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر وغليزان.